عمليه تجميل كبيره للسكور. خلاص دلوقتي؟ عرفت احنا بنتكلم في ايه؟ مش بروبلم. وتبقى عباره عن اضطرابات مش مشكلات، اضطرابات سلوكيه، خروج عن النظام بس ايه؟ بيبقى شكل سلوكي. القضيه الخطيره بقى الثانيه انك نعرف يعني ايه سلوكيه. والسلوك يفهم ايه؟ حل لوحده. يعني انت لما بتعمل حاجه لما بترفع ايدك كده او بتنزل كده او بتشيل ده حط هنا كده ده سلوكيات. بس هل ده يمكن ان ينفصل عن الغرض منه؟ يبقى اذا قالوا ايه؟ لابد ان احنا نعرف حاجتين اضافه الى هي ماهيه السلوك اللي بيسموها في الكبير ايه؟ وات اي دو وبعدين هاو اي دو ايه؟ يعني ايه؟ ايوه هاو يعني ايه؟ كيف مش كيف يتم وبعدين واي لماذا وبعدين واي الواي ده المبتدا بس تمام يعني سلوى عملت حاجه عملت ايه؟ عملت كذا وكذا وكذا عملت ايه؟